أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني قد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلق
طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله.